صباح النور، تحية لكل مشاهدي تونس رقمية وتونسية نبريك كالعادة. كيف كل يوم ثلاثة جولتنا من مرشي بيجا، ونعطيكم فكرة على أسعار الخضر والغلال. كما نشوفوا اليوم الفلفل المسكي دينار 600، طماطم 980، الفلفل الحلو كيلو ب2000. هنا عن البطاطا دينار 800 تقريبا، هذه هي مختلف الأسعار. كالعادة الدجاج اليوم ب8500، وستالو ب16 دينار. تقريبا هذه هي مختلف الأسعار متوفرة في مرشي بيجا. كالعادة ناخذ فكرة على سوم الحوت. بالنسبة للدورات 22 دينار و800، لاتشا 8 دينارات 800، لامبوكا 22 دينار 800، سردينة 5 دينارات و400، شلبة 8800، وتريليا 18 دينار و800. تقريبا هذه هي مختلف الاسعار اليوم في مرشي بيجا. بالنسبه لود الكاميرا كيلو ب2500 هنا. تقريبا هذه هي مختلف الاسعار المتوفره في مرشي بيجا اليوم الثلاثاء. هنا عن البطيخ دينار 300 كما تشوف في المباشر. كالعادة نختم جولتنا في مرشي بيجا بأسعار الغلال. هنا عنا كيلو 6000، عنا العنب 3000، هنا عنا كيلو الخوخ 3600، ولهنا عنا العنب 4500.